ايه اللي انت عاملاه ده بس يا ماما؟ ايه يا ابني؟ جاب لك شويه اكل من اللي انت بتحبهم مش عاوز تطلعني بيهم. ده اسمه كلام برضو. في ايه بس يا عمر؟ ثانيه واحده. طبعا حضرتك زي ما انت شايف والدتي ست على نياتها ما تفهمش الحاجات دي. انا بعتذر لك واوعدك ان الغلطه دي مش هتتكرر تاني. ما حصلش اي حاجه يا استاذ عمر وانا اسف على طلبي نزولك من فوق عن اذنك. اتفضل. خلاص يا عمر ما تضايقش نفسك يا ابني، انا هاخد الاكل وارجع بيه تاني البيت. انا كان كل همي ان انا اجيب لك لقمه حلوه تاكلها. يا حبيبتي ما هو انت لو استنيتيني في البيت كنت هتلاقيني جاي لك عشان نتعشى سوا ونتكلم براحتنا. ما انا قلت وحشني قلت اقعد معاك يا حبيبي. خلاص مستنياك، هتبات معايا. ربنا يسهل. خلاص انا هقول لاخواتك كلهم عشان يجوا يتعشوا معانا بدل ما يجوا لك هنا اللوكانده. ماشي قولي لهم يا حبيبتي. معلش يا ابني صدقني ما كنتش اعرف انه ممنوع. خلاص حصل خير. خلاص يا حبيبي اطلع انت بقى، فوتك بعافيه. طب وقف لي التاكسي. لا يا حبيبي انا هتصرف انا. يلا سلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك يا ابني. معلش يا ابني تعبتك معايا انت وهو، ما كنتش اعرف اني ممنوع. ما حصلش اي حاجة يا حاج. طب سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف ان الست دي صعبانة عليا قوي. سرحان في ايه يا حبيبي؟ لا ابدا انا اصلا مش جاي لي نوم وخفت عليك. ما تطلعي تنامي انت. لا معقول انام واسيبك قلقان كده؟ لا يا حبيبتي انا مش قلقان انا خلاص يبقى انا كمان مش هنام الا اذا انت كمان طلعت تنام. خلاص يلا بينا. يلا خالد قال لي جاي الساعة 10 بالظبط هنكون عندك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الساعة 3 يا مصيبتي والعيال ما جوش. راحوا فين؟ صدق اللي قالته دي التلاهي واخدة الحبايب في طريقها تلبس لنا التوب الزاهي بعد تسيبنا في مفارقها أمي وطنها عمر ولا احمد ولا سوسن. راحوا فين دول؟ يكون حصل لهم حاجه؟ يا ستر يا ستر يا رب فلا الله ولا فعلي. يا مصيبتي قاعدين مع بعضيهم الثلاثه مش فاكريني؟ طب ولو واحد نسي التاني يفكره؟ يا رب جعله خير يا رب. والنبي يا رب جعله خير يا رب. اكحهم لي بالسلامة يا رب. اتصل بعمر ممكن يكونوا راحوا قعدوا عنده. الو ايوه اللوكاندا اكلم عمر منصور يا اخويا نزل عندكم النهارده. لا يا اخويا ما اعرفش نمره الاوضه.
اعمل معروف انا معاك على الخط ان انا بدور لي عليه. طب انا معاك على الخط. الو، ايوه، اوضه كام؟ 605. مفيش حد بيرد؟ طب يا اخويا كتر خيرك. ماما سكتي. الحمد لله. عامله ايه يا ماما؟ انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس قوي. تعالي اتفضلي اقعدي يا ماما. انا كل اللي شاغلني انت يا ست الكل. ياه، ايه الحزن اللي انت فيه ده كله؟ ها؟ لا ده بيتهيأ لك يا حبيبي. يا ماما ده انا ابنك وفاهمك كويس قوي. يمكن عشان انت بعيد عني. وبابا قريب؟ طبعا. عشان خاطر يا ماما خدي بالك من بابا. بابا غالي قوي عندي زيك تمام. وغالي عندي انا كمان فوق ما تتصور. اوعي يا ماما تدي فرصه لاي حد انه يبعدكم عن بعض. لا يا ايمن اطمن، انا مش هدي اي فرصه لاي حد يبعدنا عن بعض. وعادل عامل معاكي ايه يا ماما؟ عادل يا حبيبي عارف بيفكرني بيك وانت في سنه، نفس تصرفاتك، شبهك بالملي. بس دي ياسمين بتقول ان هو شبه بابا اكتر. ما انت وبابا واحد يا حبيبي، حتى في قلبي. دايما كده يا ست الكل، احنا في قلبك وانت كمان في قلبنا. ياه كفاية حزن بقى يا ماما، ارجوكي ابتسمي شوية. كده كويس. ايوه كده يا ست الكل، ويا ريت الابتسامه دي ما تروحش ابدا، تفضل على طول على وشك عشان بابا كمان يشوفها. حاضر يا حبيبي. الحل ان احنا نتجوز. ايه؟ بقول لك نتجوز. ما انا متجوز. انا موافقه وراضيه. بس نهى مش هتوافق. هي حرة. وابني مش هيوافق. مصيره يوافق. آسف ما أقدرش. يعني إيه ما تقدرش؟ يعني ما أقدرش أجرح نهى بالشكل ده. هي ذنبها إيه؟ طب وأنا؟ أنا ذنبي إيه؟ ما ترد. أنا ذنبي إيه؟ يا هبة أنت عايزاني أروح لنهى وأقول لها افرحي يا نهى أنا هتجوز عليكي هبة؟ بقى ده اسمه كلام؟ أنت سألتني وقلت لي إيه هو الحل؟ وأنا قلت لك الحل اللي عندي، إيه رأيك؟ أنا ما أقدرش عليه. نهى عشرة عمر غالية عليا أوي.